ولما كشفوا علي تبين لهم على ما عرفت بعدين أنه عندي جلطة قلبية تسببت بفشل في عضلة القلب. نبحث إلى أن العوامل الجغرافية لا تقف عائق أمام المريض وحصوله على الخدمة في الوقت المناسب بغض النظر عن المكان. What do you think, guys? What is your approach? Is anyone want to fulfill? I think you need to engage the BSD now. وداني ولدي للمستشفى واستقبلوني في الطوارئ، الله يعطيهم العافية. ولما كشفوا علي تبين لهم على ما عرفت بعدين أنه عندي جلطة قلبية تسببت بفشل في عضلة القلب. حالة من منطقة تبوك لامرأة سبعينية أتت بجلطة حادة في القلب، هذه الجلطة أدت إلى حقيقة فشل في عضلة القلب وتحويلها للعناية المركزة القلبية. وما أدري وش صار مع الولد وأوراقي وكذا. Yes, we can see it, يا وائل. Beautiful, ما شاء الله. Beautiful. وقد تم تركيب بكل نجاح جهاز يسد ما هذا الثقب. So what we did, we intubated her, we did a PE, and there was no clot. So we got to wrap her and now she's excellent. والحمد لله والشكر بعد العملية ارتحت وراحت الألم مني حسب كلام الأطباء أني تعديت مرحلة الخطر بشكل كامل. نقدم الرأي والمشورة واتخاذ القرار.